بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، أولا نبين إليكم بأن هذا الكتاب كتاب سهل العبارة، ولكن هو هذا الكتاب جمع كثير من الفوائد تتعلق بالنحو والصرف، خاصة بالأدوات، يعني حرف الجر وأمثاله. الآن نحن في الدرس الثالث الذي يتعلق أيضا بالجملة الاسمية، خاصة بالخبر. اليوم الموضوع الأحوال التي يكثر فيها حذف الخبر. أين يحذف الخبر؟ أو أين يجب حذف الخبر؟ نحن نقرأ هذا. مواضع يكثر فيها حذف الخبر، هنا يجوز يعني يكثر، ولكن أيضا يوجد أو يجب حذفه، يعني توجد مواضع يجب فيها حذف الخبر. ينبغي أن نميز بين هاتين المواضع، موضعين، هذين الموضعين. أولا بعد لولا يحذف الخبر وجوبا. ينبغي أن تحفظوا هذه القاعدة. بعد لولا، كما تعرف الاسم الذي يأتي بعد لولا هو مبتدأ وخبره محذوف دائما. كما تقول عمر رضي الله عنه، نعم، لولا علي لهلك عمر. هذا هو يعني مثال، مثل لولا الشرطي لفر السارق. شرطي أنتم تعرفون، بوليس. التقدير لولا الشرطي موجود، يعني إذا لولا نبه بنا من جديد بأن بعد لولا إذا جاء الاسم ألا فهو المبتدأ وخبره محذوف دائما. الثاني يحذف الخبر وجوبا، أيضا وجوبا. متى؟ إذا كان المبتدأ قسما، أيضا بعد القسم، كما قلنا لعمر كلم، يعني لعمري الخبر محذوف وجوبا. مثل لعمر الله لقد صدقت، لعمر الله أقسم ويا قسمي، يعني الخبر محذوف وجوبا. التقدير لعمر الله قسمي لقد صدقت. الثالث يحذف الخبر وجوبا. سبحان الله، ثلاث مواضع، يعني ثلاثة مواضع يحذف الخبر وجوبا، يعني إذا كان بعد واو بمعنى مع، يعني مع مفعول معه، فهمتم؟ مثل أنت وشأنك، حالك، يعني متروكان. أنت مع شأنك متروكان، sen kendi halinle baş başa kal bir lügat Türkiye. Cidden ana yani لا يخطر ببالي أنني أعرف هذه القاعدة يعني. الآن كثرة الحذف لا وجوب الحذف، يعني حالتان فقط. الرابع، الموضع الرابع، يكثر حذف الخبر بعد حيث، كما تعلمنا قبل ذلك في الدروس الأولى بأن بعد حيث يأتي المبتدأ أو الجملة. مثل أنت مقدم على رفاقك من حيث لغتك، فهمت؟ يعني أنت مقدم على رفاقك، رفيق يعني جمع رفيق، هذا من حيث لغتك. التقدير من حيث لغتك موجودة، موجودة حذفة، ولكن ليس وجوبا بل يكثر الحذف. هل يجب أن نقول هنا لغتك؟ لا، يعني يمكن، ولكن المبتدأ هو، نعم المبتدأ، فلذلك لا نقبل أنه يعني من حيث لغتك أو لغتك، يعني أظن هو مبتدأ، ولكن لغتك يمكن، إذن نفعل حيث مضافا. والله في قلبي ريبة. لا، يعني لغتك يا أخي. يعني شوية
هل يمكن أن تقول لغتك والخبر محذوف أيضا يعني؟ نعم هذا يمكن، هذا يمكن، ولكن كيف؟ والله أنا ينبغي أن نسأل الأساتذة، يعني الآن في قلبي ريبة، يعني أظن يوجد، يعني يمكن أن نقرأ، يعني كيف نقول من حيث لغت، ها لغتك أخي، هنا كتب لغتك، رأيتم؟ هذا صحيح، يعني فهمتم؟ يعني بعد حيث إذا جاء الاسم فهو مبتدأ، لأن حيث ليست من الحروف الجارة أيضا، فقط إذا قبلناه اسما ظاهرا وجعلناه مضافا إذا يمكن، ولكن هذا صحيح. يعني أنه يستعمل أكثر الأوقات في ظرف المكان. يمكن ولكن هنا لا. لا. يكسر حذف الخبر بعد لا النافية للجنس. يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب موجود فيه، الخبر محذوف. مثل لا شك ولا ريب، التقدير لا شك موجود، هذا يعني سهل أيضا، هذه القاعدة نعرفها. الآن نحن نقرأ بعد الفوائد، بعد الفوائد، جميل جدا. قد يحذف المبتدأ والخبر معا، هذا هذه القاعدة نادرة، يعني المبتدأ والخبر يحذف جميعا يعني معا، ولا يبقى من الجملة سوى جار ومجرور، من الجملة لا يبقى إلا جار ومجرور أو ظرف يدل عليهما، فهمتم؟ مثل سافر أخي إلى ما وراء البحار، الله الله سبحان الله، يعني سافر أخي إلى ما وراء البحار، إلى ما، إلى ما كما تعرفون جار ومجرور، هذا يعني تقدير سافر أخي إلى ما هو كائن وراء البحار، يعني المعنى مفهوم من الجار والمجرور أو الظرف. Türkçe'de de buna ihtiyaç duymuyoruz. Deniz ötesine gitti kardeşim. Yani deniz ötesinde bulunan memleketlere. Billugat Türkiye. Übeyin yani affan. الثاني من الفوائد قد يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ وجوبا أو جوازا، أليس كذلك؟ يعني نحن في بعض الأحيان يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ إما وجوبا أو جوازا، يعني يوجد وجهان، يعني مثلا مثل في الدار رجل، هنا يعني وجوبا، يعني ويمكن أن نقول رجل كريم في الدار، إذن يعني جوازا. كيف حالك؟ نعم هذا صحيح. وأيضا يرفع المبتدأ، يعني يكون المبتدأ مرفوعا والخبر بالضم، نحن نعرف هذا أليس كذلك؟ يعني علامة الإعراب يبين يعني المؤلف، إن كان مفردين هذا صحيح. مثل البدر منير، كل شيء واضح. وبالألف إن كان مثنيين، يعني إذا كان تثنيتين. مثل اللاعبان ماهران، هو يعني يبين علامة الإعراب يعني. وبالواو إن كان من الجمع المذكر السالم أو الأسماء الخمسة، كما تعرف الإظهار بيّن مفصلا هذه الأمور. مثل المعلمون نشيطون وأخوك ذو فضل، هذا هو. يمكن أن نقرأ، هل يوجد وقت أخي لك؟ خمس دقائق. خمس دقائق فقط، يعني غدا نحن نقرأ فقط الأمثال، الأمثلة يعني، هو يعرب ثم نحن نقدم إليكم الوظائف في المنزل، أنتم تكتمون يعني تكتبون الإعراب يعني
كمثل هذا يعني في الكتاب. نحن نكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا كثيرا وعلمنا الله علما نافعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.